تحياتي للجميع، معكم أبو ميلاد في فيديو جديد. دائما تصلني طلبات لعمل فتح للصندوق، فتح الكرتونة أو عملية أنبوكس. حتى أكون صريح معكم، ولا مرة فهمت ليش لازم أعمل فتح للصندوق. فمية في المية في داخل الصندوق راح يكون كاميرا، وأكيد مية في المية مش راح يكون في داخل الصندوق حبة تفاح. مش مهم طول الصندوق، شكل الصندوق أو لون الصندوق، لأن العنوان في الأعلى ذاكر ماذا يوجد في داخل الصندوق. وبشكل عام محتوى الصندوق للمنتجات الإلكترونية مثل هواتف، لابتوبس، سماعات، كاميرات، عدسات إلى آخره، بشكل عام المحتوى متشابه. فدائما في داخل الصندوق أو الكرتونة سوف تجد كتب صغيرة أو أوراق تعليمات، أيضا سوف تجد شواحن أو تشارجرز، أيضا سوف تجد الكثير من الكوابل وأيضا بطاريات، أيضا بعض الإكسسوارات، أيضا بعض الأمور التي ليس لها علاقة بهذا الفيديو. وأيضا سوف تجد في داخل الصندوق الأمر الأساسي الذي سوف أقوم بمراجعته، كتاب للطبخ ليس له علاقة بالموضوع، لابتوبس، سماعات، وأيضا كاميرا. في داخل هذا الكيس توجد كاميرا، هذه كاميرا جدا جديدة، في مشكلة صغيرة في الكاميرا راح أتحدث عنها في الفيديو القادم. فعمليا هيك عملت أكبر عملية فتح لأي صندوق أو عملية فتح صناديق تشمل أغلب المنتجات الإلكترونية تقريبا. أيضا هذه العملية تتطلب وقت وسوف تزيد من طول الفيديو. فهذه وجهة نظري بالنسبة لعملية فتح الكرتونة أو الصندوق لأي شيء. أحب أسمع آرائكم، الجميع مرحب بي بالتعليق على هذا الفيديو. بحب أعرف هل أنت مع أو ضد هاي العملية. أيضا بدعوكم للمشاركة في قناتي ومشاركة هذا الفيديو مع الآخرين. في النهاية من مدينة نيويورك، أتمنى لكم جميعا يوم سعيد. إلى اللقاء، مع تحياتي أبو ميلاد.